ثامنا ابن تيمية إمام توحيد بخلاف مراجع الشيعة بإقرار القمي. تأسيس العقيدة بعد تحطيم صنمية الشرك والجهل والخرافة. قاف بخلاف أتباع ابن تيمية وتراثه نجد المجتمع الشيعي وهو تحت سلطة المراجع قد أطبق عليه الجهل والتعصب الباطل واستساغة الأكاذيب والخرافة، بحيث صار اللعن والسب والطعن بأمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم من الدين والعقيدة. إن حركة التدليس والتحريف قديمة ومستمرة ومتصاعدة في ظل الجهل والتعصب والخرافة، وقد تم تحريف القرآن والسنة وتوظيفه لخدمة المنهج والسلوك الوضيع المخالف للعلم والشرع والأخلاق. راء لا يخفى أن الخليفة عمر ثم أبا بكر وعثمان رضي الله عنهم قد وقعت عليهم الحصة العظمى من الحقد والعداء والافتراء الشيعي من اللعن والطعن والسباب والتكفير. فمثلا في تفسير القمي قال: أولا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الأول والثاني والثالث، فلان وفلان وفلان. ثانيا قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: الفحشاء والمنكر والبغي فلان وفلان وفلان، الأول والثاني والثالث، حبتر وزريق ونعثل. ثالثا قوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فإنها نزلت في فلان وفلان وفلان. رابعا قوله: وإن للطاغين لشر مآب، هم زريق وحبتر وبنو أمية. ثم ذكر من كان من بعدهم ممن غصب آل محمد حقهم، فقال: وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم وهم بنو العباس. فيقول بنو أمية: لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. فيقول بنو فلان: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا وبدأتم بظلم آل محمد، فبئس القرار. ثم يقول بنو أمية: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، يعنون الأولين. ثم قال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار فيما بينهم. خامسا قوله: يحلفون بالله ما قالوا، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين يوم غدير خم، كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين، وهم فلان وفلان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة ابن شعبة. سادسا عن أبي جعفر عليه السلام نزلت هاتان الآيتان هكذا: حتى إذا جاءنا فلان وفلان زريق وصاحبه، يقول أحدهما لصاحبه حين يراه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فبئس القرين. فقال الله لنبيه: قل لفلان وفلان وأتباعهما: لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم آل محمد حقهم أنكم في العذاب مشتركون. ثم قال الله لنبيه: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يعني من فلان وفلان زريق وحبتر وأتباعهما. ثم أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك في علي، إنك على صراط مستقيم، يعني إنك على ولاية علي، وعلي هو الصراط المستقيم. سابعا قوله: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. قرأ أبو عبد الله عليه السلام:
هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان، تصليانها ولا تموتان فيها ولا تحييان، يعني زريقا وحبتر الأولين. ثامنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا إلا وفي أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده، فإما صاحبا نوح فقنطيفوس وخرام، وإما صاحبا إبراهيم فمكتل ورزام، وإما صاحبا موسى فالسامري ومرعقيبة، وإما صاحبا عيسى فبولس ومريتون، وإما صاحبا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحبتر وزريق. تاسعا، قوله: مناع للخير معتد مريب. قال: المناع الثاني، والخير ولاية أمير المؤمنين وحقوق آل محمد. ولما كتب الأول كتاب فدك يردها على فاطمة عليه السلام منعه شقه الثاني، فهو معتد مريب. المهندس الصرخي الحسني.